هنا ديال جريده تشوف تي في كتشاهدوا معنا الرسائل الاوليه يعني كتشاهدوا معنا بونيت ديال تشوف تي في يا انا شفت كتعاش والله الا مشيتينا والله الا عرض عليكم حق الله لا برافو عليها وحقوا حيت اصلا القناه اللي دايرها قناه الصرف الصحي. السلام عليكم الخوت كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم عطيني فيديو جديد. ما تخيلوش معايا واش شناهو بناو مدينه مغربيه في وسط مدينه شينويه. اجيو شوفوا معايا مرحبا يلا نمشيو نشوفوا هاد البلاصه. هادي سميتها كازا جاردا ومتواجده في واحد لافيل في الشينوا سميتها تشندو. مرحبا مرحبا بيا صفصاوم. هادي شفشاون متواجدة في لافيل ديال تشندو. حاولوا ديروا نفس الزواق ديال شفشاون حيت عزيزة عليهم بزاف شفشاون. هاك شكرا. وقالت لي مولاتشي انهم مشاو شراو الصباغه من المغرب باش يكون اللون بحال اللون ديال شفشاون. كي جاكم هادشي والله حتى رجعت للمغرب. هز ماك جلابة هيا مثلا جوتو ما تقولوا لي كي جاتكم الشاون ديال الشينوا كتحفظوها. بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو لهاد البلاصه غنخلي لكم لادريس لتحت ديال الفيديو وراه باقي بزاف ما يتشاف. تنصيفط لكم بارت 2 ديال الفيديو قريبا ان شاء الله. ها هو لايكات انت ياي نشوف. مرحبا مرحبا والله هو دخلتي لهاد البلاصه هادي تتسحب راسك بان كاين في مدينه شفشاون. هاد الشيء هو خطر يا خويا بحق الله. اختي عطاك واحد الدقيقه ندوينها. دقيقه بحال انت ما نعطيهم حتى ثانيه من حياتي. سير سير اختي. اه ما دويت معاك انت دويت مع هادي. انا وياها واحد حنا خواتات وباصر. اختي اختي شوفي عطيني انا ما نتكم شي فهم. ما عندهاش التليفون. عندي التليفون. شكون اللي قال لك ما عنديش التليفون؟ بحالك هما اللي خلونا بايرات. خطر هاد الشيء جاري تاهم. قال لك واحد خينا اسكيري ملي كان صغير هو طاسا طاسا حتى كبر حتى شرف ما بغاش يقطع شراب عياو مع ولادو. با حيد شراب وابا راه كاين الموت وابا هو ما مسوقش ليهم. هادو هما يتفقوا عليه قالوا شغنديروا ليه؟ غنخليو تيجي الكار وغنديو الروضه وغنحفروا ليه واحد القبر وغنخشيو فيها مني غيسحب غيلقى راسو في الروضه غيتعب لعل وعسى يعفو عليه الله يقول راه كاين الموت. هذا الشيء اللي داروا ليه خلاو تاجا الكار شدوه بداو الروضه حفروا ليه واحد القبر خشاو سدوا عليه وتخباو مع اللور كيتصنتو. واحد شويه وافاق عفاق دارها هي راسو الظلام يقول محلو اشكون اللي جابني هنا واه يا وينك هو يقول لي ودو من اللور زعما ديك اللعبه ديال خبي. قال لي انت دابا راك ماتي انت راك في الروضه ما كتسناها بالحساب. قال لي اوه وانا ميت وانت كتهضر معايا. قال لي راه انا ميت. قال لي التقديم هنا. قال لي راه شي 20 عام وانا ميت هنا. قال لي ما كتعرفش كذاب تجيبو ما تجيش قرعات. قال لي فيه شي حاجه ما كتحيد ياك. أدنى جات عتابو أدنى جات عتابو أنا باقي صغير بزاف بزاف يلاه عندي شي 5 سنين 6 سنين تنعقل عليها أنا واقع تبارك الله شابة في راسها ما بغاش تشرب كاع نهائيا. أنا شرفت وهي باقي ما شرفات. ودي فين؟ في تركيا. تايتين ريش فرحنا ليها. انت انا كنسافر ولكن غير في ستوريات مع عباد الله. يا امي انت بغيت غير نعس في الصهر. هادشي اللي بغيتي شي كطلب من الله بغيت غير نعس في الصهر. اجي نشوف البيت نبرد اجي نشوف البيت نبرد. البيت الاخر يبرد. يلا نمشي البيت الاخر يلا نمشي البيت الاخر نبرد. حنا النوع اللي كنسافروا من بيت لبيت ومسداري سداري كنقول لك. لا بحال اختي انا واحد خلاص كنقول لك وعلى البروده فين كاين. غادي نمشي ندوش عاوتاني. هنا فين كنفوت
كندوزو بعض ديال المرات ولا خبزه في النار مسافرين ما والو انا الناس اللي كيسافروا عندي كاع العائله كتجي عندي باش كيشتي حنا كيديرها في البحر كيخيموا عندي واش عندي كانوا غير كيحطوا من المصروف ديال الدار وما كيجيو يتبحروا ويعيشوا فابور وياكلوا فابور ويجيو بحالو ها هو الفوج الاول جا ها مرحبا بالفوج الاول والله جاي سيدي عمر يلا اخويا لي باني سكون خير يلا نمشيو لفراسه حنا واجدين يلا اخويا زيد يلا فراسه عباد الله عباد الله القلب ساوي 100 مليون وانا كندخل لي شي وحدين ما ساويينش 100 درهم ويدخلوا ليه ويجرحوه ويغدروه ويخسروه علاش حيت انا حمار انا حمار وليني من اليوم الى باقي دخلت ليه شي حمار رانا حمار بخطر والله ما كذبتي فالي بحق الله وي دابا شاد بصح شعر هذا باش غنقع عليها ديال بصح شوف هذا يدي عبد الله عرفتي علاش قولي لهم علاش قول لهم علاش قول لهم علاش انا مالو انا واش حنا ولا مالو هاد النساء واحد الحريه في اللباس شويه غير شويه زعما ما يعيقوش باش يحسوا بواحد الفرق ما بين كي كانوا فاس يحسوا بان هاد السفريه عندها معنى وعندها واحد الاختلاف وعندها واحد الحاجه زوينه في نفس ديالهم وفعلا عجبهم الحال ديك شويه ديال اللباس اللي مختلف على فاس لكن قلت لهم نرجعوا لفاس هي نعم سيدي كيلوحوا عليها الفلوس كي الشتا كيما تبان 100 درهم فين 100 درهم راه بحال قلتي شي ريال باش تري لها عندها هي دابا الا كان كيعيط لك غير بالكبيده الحبيبه الشحيمه ديالي تفرحيش راه القائمه عنده طويله وكيخافش نهار ينسى سميتك لذلك مره مره فيه شتو سميتي انا بدون سابق انذار لا تدهش وتزعزع راه كاينه شي حاجه تما لا قالها لك مسكين راه غيظالمينو وقولي لي جاو عندكم شي ضياف البارح اه جات عندنا واحد المراه شكون هي جات عندنا واحد خيتي قالك حقه والواد باغا تخطبني انا لولدها وكنت شوفها هي ما تدخلهاش حتى على الشجره حيلتها بجرد لو كنت تخطب على مضاد ولدها كي غيكون اييه زيدي عرفتي وما دخلاتش ليا لخاطري جايبه معاها واحد بنتها جيعانه تقول كبره في المجاعه مني قلت لي تاكل جاوا معاهم واحد القالب ديال السكر حرفي شربوهم اكثر منه غير فئاتي تلقاك رجعتي لهم داك القالب وكركبتيهم مع الدروج في الاخر ياك ويا عرفتي غنطليهم اشي باش عرفتيها حيت لالا العروسه هذيك اللي صيفطتها لك تخطبك وكركبتيها مع الدروج ودرتي لها ديك الحاله راه امي وهذيك الجيعانه ديك راه اختي صيفطتهم لك زعما يخطبوك ويكبروا لك الشال ساعدتي ماشي ديال الدار اش عجبك فيا النهار الاول عجبني فيك الموستاج ياك وعلاش عجبك فيا النهار الاول انا عجبني الشعور تبارك الله ياك الله يعافيك شتو هاد العلاقه اللي بيناتكم مالا تقدر تسالي في اي وقت شكون اللي بيساليها الحلاق ولا الخفارة حيدو عليا هاد الحب المشاكل عائلة محترمة جدا الحاج دابا في عمرو شي 76 مليون كاينش اللي مزح هذاك الشيء اللي جوج تبيعات الرجال هما هذا ولكن هذه هي الاخرى ما بغانيش نكون لي شريكه غتجيبوا هاد الكيكه انا طلبت لك بيدي لا تقول ناسيك هاي
ما موالفاش ليك منين جبتي الحدا كاع عاوتاني المهم انا ندوق ونرد عليك وراك غترد عليا في دارنا نيت الاخر جاي معطل الاخر واحد فرحه الشتا فرحه ديال الشتا نايضه تتنقز ونايضه تتحضر ما عرفتيش كيدير كيفاش ديري الفرس النهار انت ماشي مره ما عرفتيش كيفاش تتعاملي معاه انا باقا صغر منك انا هذيك فرحه الشتا انا لا واتي قال لي الا شتي راكب على الصباح قول لي مبروك العود وفهميها الفهم يفهم قال لي الا شتي راكب على قصبه قول لي مبروك العود يا من كلخه الاخرى انا كون كان بان لي فيه الربح وعرفت راجل سيدي ومولاي وراه قدت معاه عاد نتسناك انت يا فرخت الشتا هادو اللي نايضه هذيك حريوده هذيك تخريوده الشارفه ما عرفتيش ليه وانا صغر منك وغنعرف ليه وغندير ليه وانا مالي اختي وانا مالي لا تجديني ادخل كرماصتي في الشريط انا مالي تزوجي ولي تزوجك الله يعاونكم الله يسهل عليكم انا مالي لا تجديني عمري جبتك انايا باش تقزقزي انا صغر منك وانت صغر مني وتتبعني عتا مني تا حراميته والمسخ اللي فيك اللاج ديالك جايت هذاك تا حراميته والمسخ اللي فيك باش تهضري على لالك حريوده ارزانه وتباته وعقل خاسر ووازنه وعارفه اش ندير الله يودي يلا اللي نايضه تتنقزي انا جبتك عمري هضرت عليك يلا عمري هضرت عليكم شي فيديو يلا كنشوف خوك مره في تيك توك كامل كيكونوا شي حاجه كيضامن معانا كيجي على نادا وعزيزه عليه نادا في حق الله وعزيزه عليه انا وتيقول لها قالت لي حلوه ما توصليهاش الحجبان هلال والفم خاتم وخوك تيشكر فيا وكيكبر فيا الله يكبر بيه والله يسهل عليه تا هو عزيز عليا وانتوما براسكم عزيز عليا حيت ما بينيش وبينكم اصلا كانت واحد الفتره دوزنا واحد العلاقه زوينه من بعد صافي كل واحد داها في شغله كل واحد عنده ما يدار كل واحد عنده ما يقضي صافي ما جاتش الوقت كل واحد عنده ما يقضي وماماك منين فكرتيني وماماك منين تعتقلات نادا صونات عليا وكبرات لي الله يكبر بها وقالت لي يا اختي ايمان راه حنا خوت وهذا الشيء اللي وقع لنادا راه ما بغيناش ليها وما تستاهلش ونادا دري ما عرفتش نبدا الحلقه الاخيره ديال المسلسل هذا وانا كنا الخوت وصلنا لخط الفيديو كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم الى عجبكم خليو لي شي لايك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اشتركوا في القناه تفعلوا معكم الجرس خليو لي التعليق الزوينه ديالكم وطلعوا فرصكم الخوت نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر السلام عليكم.